على صعيد آخر، تم تكريم عدد من الدكاترة والأطباء في مركز العزل بمستشفى الأمل في العاصمة المؤقتة عدن. وقال مدير التمريض الطبي بمستشفى العزل مروان عبد المجيد في تصريح للمهرية إن تكريم الأطباء والدكاترة والعاملين الصحيين في مركز العزل وفي جميع الأقسام بالمستشفى يأتي في سياق تقدير الجهود التي بذلوها في مواجهة فيروس كورونا. وأكد عبد المجيد أن وزارة الصحة لن تنسى تضحية أبنائها المخلصين الذين ضحوا بحياتهم من أجل المرضى والمصابين. طبعا هذه الجائحة كانت صعبة جدا وفشت أمام جميع النظام الطبية العالمية، وفما بالك في اليمن التي كان نظاما الطبي متهالك وما زال متهالك. وأخيرا نحن نشكر كل من دعمنا أيام الجائحة، ونشكر كمان جميع الداعمين دعموا حفلنا هذا. وأقول لله الحمد، انتهت الجائحة وأبقى الأمل بالله سبحانه وتعالى.